I just can't read or write it, but I can understand. Tell them how to سيد المسيح على الأرض، فكانوا بيشككوا في إنه هو رسول. والحاجة الثانية، بولس ابتدى يشرح العهد القديم، يقول في حاجات رمزية في العهد القديم، حاجات دي طالما اتحققت في العهد الجديد يبقى الرمز ملوش لازمة، زي الختان مثلا. الختان ده كان رمز للمعمودية، فطالما احنا بنعمد مفيش داعي للرمز. مثلا الذبائح sacrifices دي كانت رمز للتناول، فالنهارده العهد التناول مفيش داعي ان انت تمسك بالرمز. فكانوا بقى بيهاجموا بولس الرسول ان هو بيهد الناموس المساوي، ناموس بتاع موسى. طبعا اليهود كانوا متضايقين جدا لان الناموس بتاع موسى ده كان حاجه مهمه بالنسبه لهم. فيبقى بولس الرسول كانوا الناس بيهاجموه في نقطتين. النقطه الاولى يقولوا انك مش رسول لما ما شفتش المسيح، مش زي ال 12 اللي عاشوا معاه والتلميذ وسيد المسيح. والنقطه الثانيه بيقولوا له ان انت ازاي بتهاجم الناموس بتاع موسى. عشان كده كتير من الرسائل بتاعته ابتدى يشرح الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد. ولما بقول العهد القديم والعهد الجديد لا اقصد كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد، ما بقصدش كده، لكن بقصد المعاهدة القديمة. يعني ربنا عمل مع الشعب معاهدتين، معاهدة الأولى أو العهد الأولين The Covenant The First Covenant، وبعدين First Covenant ده failed to save the people. الFirst Covenant كان مبني على أعمالي، مبني على إن أنا أجاهد كويس عشان أنتصر وأبرر نفسي. It failed. السكن كوفنا المعاهدة الجديدة مبنية على نعمة ربنا، زي ما نقول أما موسى فبالناموس، أما الناموس فبموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح. مش كده؟ أنا عايز أقول الفرق بين المعاهدة الأولى والمعاهدة الثانية في كلمة واحدة، كلمة دي تبتدي دي النعمة جريس. ففي الإصحاح ده ابتدى يتكلم على الفرق بين الخدمة في العهد القديم والخدمة في العهد القديم. ودي طبعا لما احنا ندرس
نشوف قد ايه البريفليج اللي ربنا مديهولنا، ان ربنا ادانا ان احنا نبقى خدام في العهد الجديد. فدي لما نفهم بقى الفرق بين ده وده نشوف قد ايه البريفليج ده، ونبقى فيري جريتفول لربنا ان اخترنا احنا الغلابه الضعفاء عشان نكون خدام للعهد الجديد، خدام في المعهد. فابتدى بولس الرسول الاصحاح الاثنين: افنبتدئ نمدح انفسنا وهو بيقول انت مش رسول؟ فبيقول لهم يعني انا محتاج ان انا امدح نفسي واثبت لكم ان انا رسول. وهو فعلا عمل كده، قال اهم رسل المسيح؟ اقول كمختبر العقل انا افضل، انا في الضربات اكثر، في الميتات اكثر، وقعد بقى يتكلم. وبعدين يقول لهم انتوا الزمتموني ان انا افتخر، لان راح مفروض يفتخر بالضعفات والخطايات، بس انا اضطريت ان انا بفتخر مش عشان انا متكبر، لكن علشان اقول لكم لا انا علامات الرسول موجوده فيا. فهنا بيقول لهم افنبتدئ نمدح انفسنا؟ هو انا محتاج ان انا امدح نفسي؟ ام لعلنا نحتاج اقاوم رسائل توصيه اليكم؟ ولا انا محتاج الكومنديشن ليتر؟ يعني مثلا بطرس يكتب لي الكومنديشن ليتر، ولا جون ولا جيمس، ويقولوا احنا معترفين ان بولس ده فعلا رسول. هم دول يمين الشركه زي ما بتقروا في غلاطه، يعني قالوا ان هو فعلا رسول حقيقي، بطرس ويعقوب ويوحنا. فبيقول اكتب لكم ريكومنديشن ليتر منهم. اول رسائل توصيه منكم، الحقيقه لو حد هيكتب لي ريكومنديشن ليتر، انت المفروض تكتبوا لي ريكومنديشن ليتر، مش بطرس ويوحنا وجيمس. لان انتوا شفتوا خدمتي، شفت انا ايه اللي عملته وسطكم، شفت كل تعبي وسطكم. فالحقيقه المفروض اللي يكتب لي لو انا محتاج ريكومنديشن ليتر انتوا اللي تكتبوها لي. ده يعني ايه ريكومنديشن ليتر؟ فجي في الايه الثانيه قال بصوا انتم رسالتنا، انتم رسالتنا. يعني ايه؟ الناس لما يجوا يشوفوكم يقولوا دول ولاد بولس الرسول. فانتوا هتعكسوا خدمتي. زي مثلا الناس يجوا يشوفوك هنا يقولوا دول ولاد ابونا سرافين. فانتوا تعكسوا خدمه ابونا سرافين. فيقول كده انتم الرساله بتاعتي. انتم الرساله بتاعتي. الناس لما بتيجي تشوفكم بتعكس خدمتي. الرساله دي مكتوبه في قلوبنا. لان الخادم بيحط ولاده موجودين في قلبه. يبقى حافظهم وعارفهم واحد واحد. واحنا خدام مدارس احنا كانوا بيعودونا ان احنا نذكر ولادنا واحد واحد بالاسم. وكنا بنبقى حافظينهم، ما بنبصش لورقه. والفصل في مصر غير هنا. يعني انا مثلا لما كنت باخد من ابتدائي كان عندي في الفصل حاجه و50 طفل. وكنت علشان افتكرهم في الصلاه لما كنا ننزل افتقار واحد كان بيبقى واقف بياخد يعني راوند معين، اخد من الشارع ده اطلع العماره دي، هنزل من العماره دي اطلع العماره دي الى اخره. فالواحد كان بيفتكرهم حسب ما بيزورهم في الافتقار. وما كناش نمسك ورقه واحنا بنصلي. واحنا مثلا النهارده يمكن الشمس يشوف احنا حاطين ورقه على المسبح باسماء كل الكهنه والرهبان والرهبات والمكرسات. دي برضه بنحب نصلي، يعني المفروض نصلي. والشاطر ان هو يقول الاسماء دي من ذهني، لان هم محفوره في قلبنا، محفوره في قلبنا. انتم رسالتهم مكتوبه في قلوبنا ومعروفه ومقطوعه من جميع الناس. لما الناس يشوفوا هنا مثلا الخدام ملتزمين، الخدام عايشين في وقار، صفحات مثلا السوشيال ميديا بتاعتكم فيها رسائل حلوه، فيها حاجات جميله. ولو انا بشوف بقى قدام كنيسه سمعان الخراج دول فيهم كده سمات معينه بتعكس الخدمه اللي موجوده في الكنيسه. انتم رسالتنا معروفه ومكتوبه ومقروءه من جميع الناس، وهي مكتوبه في قلبنا لان الخادم حافظ ولاده في قلبه. وبعدين الله يعني انتم تلاميذ بولس ولا تلاميذ ابونا سرافين؟ فالحقيقه التلمذه الحقيقيه هي تلمذه للمسيح. احنا مجرد خدام، مجرد عارف زي مثلا ايه
المسيح هو ينبوع المية، والمية دي بتمشي في ماسورة وفي حنفية وتخرج. فإحنا زي الماسورة الحنفية دي اللي هي المية بتعدي فيها، لكن الينبوع هو المسيح. فعش كده لأن الناس يفتكروا إن بولس تلمس الناس له مش للمسيح، فجه في آية 3 راح وضحها أكثر، قال لا، ظاهرين أنكم رسالة المسيح. أنت واقف الحقيقة رسالة المسيح، فالناس لما يشوفوك يقولوا شوفوا خدام المسيح، شوف إزاي دولت بيعكسوا مجد المسيح ونور المسيح، ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. وما طب إحنا إيه دورنا؟ مخدومة منا، إحنا مجرد بنخدمكم، بنعرفكم رسالة المسيح، بنعرفكم جيل الفرح. طيب ومين بقى اللي بيكتب الرسالة دي؟ بولس اللي بيكتبها؟ قال لا، المكتوبة لا بحبر، مش الكومبوزيشن ليتر أنا هكتبه وأمضيه، بل مكتوبة بروح الله الحي، بل روح القدس هو اللي بيكتب في قلب كل واحد مننا اللي هي رسالة الله، بيحفرها في قلبي. فبتوصية ربنا موجودة في قلبي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب العقلية. وهنا ابتدى بقى يقارب بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم ربنا ادى الوصية في ايه؟ على ألواح حجرية. إنما في العهد الجديد ربنا ادى الوصية فين؟ في قلبي. طب لده في ألواح حجرية في العهد القديم؟ طب دولت خارجين من أرض مصر، وده كان جبل سيناء، كان ربنا ممكن يعني يجيب ورقتين برد كده حلوين ويكتب عليهم الوصايا العشر. ليه ألواح حجرية؟ لأن الألواح الحجرية ترمز إلى إن قلب الناس في العهد القديم كان قلب حجري، زي ما نقول في حسقيال، أنزع منكم القلوب الحجرية وأعطيكم قلوب لحمية. طب القلب الحجري ده كان سببه إيه؟ غياب النعمة، غياب الروح القدس. لما في العهد الجديد جه الروح القدس وراح حول القلب الحجري ده إلى قلب لحمي. طب تفرق إيه قلب حجري من قلب لحمي؟ عارفين وصية ربنا عاملة زي إيه؟ زي السهم، كلمة ربنا أمضى من كل سيف ذي حدين. ربنا في حتة حجر موجودة وأنا جبت سهم ورميته على الحجر ده، هيحصل إيه للسهم؟ هيتكسر. طب لو عندي حتة لحم وجبت سهم ورميته على الحجر على اللحم دي، هيحصل إيه؟ هتخترق، صح؟ لما أنا قلبي حجر، تيجي كلمة ربنا اللي فيه السهم تخبط في قلبي تتكسر، قلب حجر. إنما في العهد الجديد القلب اللحم يقول فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم. جه بقى الكلمة بتاعت ربنا بالروح القدس دخلت القلب ونخست القلب، فده بيخلي الإنسان يقدم توبة لربنا. أنا عارف مش موضوعنا، بس خليني برضه طالما بتكلم عن قلب الحجري، لما جم قلب المسيح لما سيد المسيح قال من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، قالوا طب ليه موسى إداهم يعني أذن لهم هم يطلقوا؟ فأجاب سيد المسيح قال من أجل تصور قلوبكم. ففي واحد ممكن هرب يجي يقول لي دي مسمعها كتير، قلت طب سيد المسيح قال ممكن يبقى فيه طلاق من أجل تصورات القلب، لو فيه قلب قاسي يبقى إذا ممكن نطلق. طب نرد على دي إزاي؟ في العهد القديم القلب القاسي ده ما كانش اختياري، كان الكل عنده قلب قاسي لغياب النعمة، لغياب في كل الناس كان قلبها قاسي، لأن النعمة كانت نعمة روح القدس موجودة. لو في العهد الجديد النعمة موجودة، فلو أنا قسيت قلبي ده باختياري لأن أنا رفضت عمل النعمة في قلبي، عشان كده ما ينفعش أطبق مبدأ الطلاق من أجل قساوة القلب في العهد الجديد. لأن لو القلب قاسي في العهد الجديد ده قاسي باختياري أنا، لكن لو أنا سلمت نفسي النعمة الروح القدس قلبي مش هيبقى قاسي، القلب هيبقى لحم. فهنا قال لهم يبقى أنتم رسالة المسيح مخدومة مني، إحنا مجرد خدام، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، في ألواح حجرية، لا في ألواح حجرية زي العهد القديم بل في ألواح قلب لحمي.
فنحن بنعلم اولادنا كده. هل بندرس في اولادنا ان انتم رساله المسيح، انتم بتعكسوا نور المسيح ومجد المسيح ولا لا؟ وبعدين يقول ولكن لنا ثقه مثل هذه بالمسيح لدى الله. فبيقول انا بقى لي ثقه امام ربنا، بس الثقه دي جايه من خلال ايه؟ من خلال اتحادي بالمسيح. خليني اشرح بيه. انا لو وقفت قصاد ربنا لوحدي كده انا ليس لي قبول وليس لي داله وليس لي حجه او عذر مقبول في قصاد ربنا. الطريقه الوحيده ان انا اقدر اقف امام الله الان ان انا اكون في المسيح، وده هدف التجسد. يعني في عداوه بين الانسان والله من ساعه سقوط ادم وحواء. جه سيد المسيح عشان يوحدنا بيه، ولان هو الابن والاب بيحب الابن والاب عمره ما هيرفض الابن. فلو انا اتحدت بالابن في الابن يبقى ليا ثقه ان انا اقف امام الله. في الابن فقط يبقى ليا ثقه اقف امام الله. مش كده بيقول ولكن لنا ثقه مثل هذه بالمسيح لدى الله. يعني ثقتي ان انا اقدر اقف قصاد ربنا الله الان فقط من خلال اتحادي بالمسيح. طيب يعني ايه ثقه؟ اللي صدر الوسط ده حاسس بكفر. يعني انا مثلا لما كنت في امتحان وانا مثلا بقول لو انا كفر هبقى هو ثقه. فهل انا كفر؟ يعني هل انا الثقه دي معناها ان انا كفر في الخدمة بتاعتي؟ فأقول اسأل لا. ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا. مين فينا يقدر يقول أنا كفء؟ ما حدش. بل كفايتنا من الله. اللي بيخليني كفء هو ربنا. اللي بيخليني كواليفايد هو ربنا. يبقى الثقة دي جاية من عمل الله فيا، مش جاية من كفاءتي انا او جايه من المواهب بتاعتي or my qualification. لا، كفاياتنا هي من الله. دي نقطه مهمه في الخدمه. مثلا لما باجي بتكلم يعني مع حد مثلا على كهنوت بيقول لي انا الحقيقه ما اعرفش حاجه وانا مش كفء، اقول له بس يبقى كواليفايد. لان هو اكشن لو كفء لو قال لي لا انا افهم بقى خدمه كويسه واعرف يعني في القاضي واعرف يعني كهنوت، ده ما ينفعش. لأن ده داخل معتمد على إيه؟ على كفايته هو، كفايته من نفسه. ده يفشل في الخدمة. وما ينطبق على الكهنوت ينطبق على خدمة الدرس الأحد. لما يجي واحد يقول بص أنتوا ما اخترتونيش ليه أخدمت الدرس الأحد؟ ده أنا حافظ وأنا باجي الكنيسة وأنا مش عارف عملت جازة وعملت جازة. أقول لا ما تنفعش. إنما يقول أنا ما أعرفش حاجة، ده هيخش رامي كل حمل ورامي كل اتكاله من ربنا وكفايته من ربنا. وبعدين يكمل بولس الرسول يقول الذي جعلنا كفاء. كفاء يعني اكفاء، لان نكون خدام عهد جديد. وهنا بقى ابتدى يتكلم يقول يا ربنا من محبته ومن نعمته اهلني عشان اكون خادم في العهد الجديد مش في العهد القديم. وابتدى بقى يشرح الفرق بين خدمة العهد الجديد والعهد القديم بطريقة رائعة جدا. الذي جعلنا كفاء لأن نكون خدام عهد جديد. إذا أقول عهد جديد ما بقصدش كتاب العهد الجديد، لكن أقصد المعاهدة الجديدة، the new covenant. نطق في old covenant و new covenant. هنتكلم على new covenant. أول حاجة في الفرق أن لا الحرف بل الروح. لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ودي من أكثر الآيات اللي بتتفسر غلط. وهقولك إيه معناها الآيات. العهد القديم حرف. يعني إيه حرف؟ في وصية. الوصية تقول لا تقتل. لو قتلت يبقى لبي تحت حكم الموت. الوصية ما تاكلش من الشجرة. أكلت موت الدم.
وصلت لا تصل صليت وقدمته بإبعاءات العهد القديم عبارة عن حرف حرف فقط حروف محطوطة جنب بعض والحروف دي لو أنا كسرتها هتقتل لم يقصد خدمة الحرف إنما العهد الجديد خدمة الروح يعني خدمة الروح في العهد الجديد الوصية بقت ممسوحة بالروح القدس في العهد القديم لما ربنا قال لي ما تقتلش قال لي ما تقتلش وانت معتمد على شطارتك انك ما تقتلش على كفايتك انت على مواهبك انت على مقدرتك انت لما في العهد الجديد لما ربنا قال لي ما تقتلش ادان الروح القدس اللي يقويني ويساعدني ويسندني عشان ما اقتلش فما بقتش حرف بقى في روح بيسند الوصية وده اللي خلى القديس يوحنا يقول ونحن نعلم ان وصايا ليست ثقيله لان في العهد الجديد الوصيه ممسوحه بالروح القدس فما بقتش ثقيله بقيت اقدر انفذها ولانها بقى في روح بيسندها ربنا راح واخد الوصيه لمستوى اعلى في العهد الجديد القديم قال لك لا تقتل والناس قتلت ياما داود قتل وموسى قتل يعني تحس ان القتل حاجه بسيطه يعني موسى راح طلع كده لقى واحد مصري بيتخانق مع واحد اسرائيلي راح هو قتل المصري ايه اللي بتعمله ده؟ ليه قتلت يعني؟ حاجه بسيطه كده بالنسبه له قلب قاس مفيش نعمه انما في العهد الجديد ربنا قال لك لا انت معاك الروح القدس اللي بيديك قوه فالوصيه مش هتقف عند حد لا تقتل لا لا تغضب ما هو الغضب ده هو اللي بيؤدي الى القتل فراح ربنا رفع الوصيه لمستوى اعلى ما تغضبش فالعهد القديم لا تزني داود زنى وسليمان زنى وشمشون زنى انما في العهد الجديد لا ده لا تزني دي بتاعت الناس اللي هم بيعتمدوا على نفسهم وفشلوا فيها انما في العهد الجديد انت معاك الروح القدس فلا تنظر الا امراه من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ارتفع بالوصيه لمستوى اعلى فلا معنى الايه الحق يخطر ولكن الروح يحيي الوصيه في العهد الجديد ممسوحه بالروح القدس ولانها ممسوحه بالروح القدس الوصيه بقت للحياه ما بقتش للموت في العهد القديم بقت للموت اي حد مش قادر ينفذها مين فينا يقدر ينفذ الناموس؟ محدش قادر ينفذ الناموس لكن في العهد الجديد نفس الوصيه بقت موجوده بس في ان في الروح القدس قدرت انفذها وقدرت اخذ الحياه الابديه أنا بقول لي ليه أن أكثر وصية أكثر آية بتفسر غلط. الناس فاهمة الحرف والروح بمعنى التفسير الحرفي للآية. فلما تيجي مثلا تقول مثلا صلوا كل حين ونتمنى. يقول لك الحرف يأخذ والروح يحيي. لا لا ده مش معناه الروح يبقى صلاة دايما. معناها بس أنت تكون إيه في حياة مع ربنا. فهنا يرجع بقى للآية دي ويستخدمها غلط، يقول لك الحرف يخطر ولكن الروح يحيي. تيجي مثلا لما نلطمك على خدك الأيمن حول ويقول لك لا أنا ما أقصدش الحرف، الحرف يخطر والروح يحيي. وهكذا. أنا بس عايز أشرح إن الآية مش مقصود بيها التفسير الحرفي للآية، مش مقصود بيها. لكن مقصود بيها إن العهد القديم كان الآية الوصية عبارة عن حروف من غير الروح القدس. فالعهد الجديد الوصية حروف ممسوحه بالروح القدس استطيع ان انا انفذ الايه دي صح عشان اسئله زمان بتفهمها يقول لك روح الوصيه يعني مش الوصيه بس الروح الوصيه يعني كنت فاهم كده ده تفسير غلط انا عشان كده عايز اوضح التفسير ده لان دي انت لما تاخد الكونتكست يعني تاخد الايه بره الكونتكست بس زي ما عايز تفسرها بقى لكن لما تاخد الكونتكست بتاع الايه مظبوط ده اللي هو يقصد الحرف يخطر ولكن الروح يبقى دي اول حاجه طيب الوصية في العهد القديم قدرت تخلص الإنسان؟ ما قدرتش والعيب مش في الوصية العيب لأن الروح القدس ما كانش موجود ما كانش في نعمة عشان كده الجميع زادوا وفسدوا وعوزهم مجد الله والجميع كانوا تحت حكم إيه؟ حكم الموت فبقت خدمة العهد الجديد القديم موت ولا حياة؟ موت عشان كده قال ثم إن كانت خدمة الموت ما انت النهارده لما انا اجي اقول لك ما تقتلش، اقول لك ما تكذبش، اقول لك ما تدينش. وانا عارف انك مش هتقدر تعمل كده. وفي الاخر انت هتعمل كده وهتبقى تحت حكم الموت.
يبقى الخدمة يبقى اللي أنا بقوله ده خدمة موت ولا خدمة حياة؟ خدمة موت. فقال ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، ما هو الوسائل العشرة دي أنا عبارة عن حروف في حجارة، مفيش روح، حروف في حجارة، قد حصلت في مكان. وعايز أقول لك إن كانت خدمة الموت خدمة الحرف اللي بيقتل كانت ممددة، فكم وكم خدمة الحياة اللي هي بالروح القدس تكون ممددة. فإن كانت خدمة الحرف اللي هي بتؤدي إلى الموت كان ممجدة، كم وكم خدمة الروح التي تؤدي إلى الحياة تبقى ممجدة أكثر. طب أنا عرفت إن خدمة الموت كانت ممجدة. قال حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. فاكرين موسى لما كان بينزل من الجبل كان يلاقي وشه منور، فالناس مش تقدر تبص له من النور اللي موجود في وشه، كان يحط برقع على وشه. وبالرغم المجد ده مجد زائل مش مجد دائم، يعني كم ساعة والمجد ده يروح والناس تقدر تشوف، يشيل البرقع والناس تقدر تشوف، واخد بالك؟ فاللي عايز يوصل له بولس الرسول هنا إن كانت خدمة الموت دي خدمة العهد الجديد ممجدة، فكم وكم خدمة العهد الجديد تبقى ممجدة أكتر. وإن كان ده مجد زائل، خدمة العهد الجديد هتكون مجد زائل ولا مجد دائم؟ مجد دائم. عشان كده يكمل في الآية يقول فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد. خلي بالك هو بيتكلم على أن ربنا جعلنا أكفاء أو ركفاء عشان نكون خدام عهد جديد. ده انت بتخدم خدمة فيها مجد وخدمة حياة، خد كده انت لو رايح يعني في اثنين المحكمة بعتتهم او القاضي بعتهم عشان يبلغوا رسالة. الاولاني القاضي بعته يبلغ رسالة الواحد انت حكم تحت حكم الاعدام وهتموت يوم كذا. الثاني هو كان تحت حكم الاعدام بس القاضي بعد واحد يبلغه رسالة يقول انت براءة وخلاص هتخرج براءة، كل التشارجز اللي عليك والدروب. مين اللي يبقى موتيفيتد انه يخدم اكتر يروح يوصل المسج، الاولاني ولا الثاني؟ الثاني. في العهد القديم كان خدام موت يبلغوا الناس هتموت وتحت اللعنة وتحت الموت، من خالف ناموس موسى فعلى فم شاهدين او ثلاثة يموت بدون رد. لما احنا خدمتنا في العهد الجديد بنقول له اه انت تحت حكم الموت بس المسيح شال الحكم ده عنك، انت النهارده هتحيا هتلبس الحياه الابديه، انت ابن انت بار في المسيح. فاقبل خدمه العهد الجديد خدمه الموت وخدمه الحياه. انت في العهد القديم ممجده، فكان بالاكثر خدمه الروح تكون ممجده. فالايه 9 فرق تاني، سمى خدمه العهد القديم خدمه دينونه، يعني انت تحت الحكم انت مدان، انت مدان دينونه لان انا كسرت الوصيه. فان كانت خدمه الدينونه ممجده فبالاولى كثيرا تزيد خدمه البر في مجد. في العهد الجديد بتقول له انت بار. النهارده الصبحيه لما عمتنا كنت بشرح للاب والام بعد المعموديه، في العهد القديم الستارتنج بوينت انت سينر، انت خاطي. اوكي وريني بقى شطارتك، اعمل كل الاعمال عشان تبرر نفسك. محدش قادر يبرر نفسه، مش كده؟ كلهم في العهد القديم راحوا الجحيم لان مفيش النعم. اللي طلعوا عاد في الجحيم لغايه ما المسيح نزل الجحيم وخلصهم وردهم من الفردوس. في العهد الجديد اه انا بتولد خاطي بس في المعموديه باخد بر المسيح كعطيه مجانيه، مش كده؟ بقى لبسوا الثياب البيضاء علامة بر المسيح وبحط الزنار الأحمر علامة دم المسيح، فأنت بقيت بار. فالستارتنج بوينت في العهد الجديد بعد المعمودية أنت بار. بعد كده الوصية عشان أحافظ على البر ده. طب ولو كسرت الوصية نوتة بيك دي، توب اعترف اتناول ثيابك ترجع بيضاء تاني.
ففي العهد الجديد انت بتبشر الناس انت بار. في العهد القديم بتقول للناس انت مدان تحت حكم الدينونة. فكان خدمة الدينونة دي في مجد. كان بالأولى خدمة البر تكون في مجد. الآية 10 يقول فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق. يعني الآية دي إن الممجد في العهد القديم يعني زي مثلا موسى أو الخدمة الممجدة في العهد القديم. في العهد الجديد ما بقتش ممجدة. في العهد الجديد لم تمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق. خلينا أشرح لكم يعني. الكهرباء انقطعت فقلعنا شمعة. ده المجد بتاع العهد القديم. فالشمعة منورة. بعد كده الشمس أشرقت. ففي ضوء الشمس ده الشمعة دي ضوءها إيه؟ بقى نافذ. إذا مش هتلاحظ إنها منورة. ده معنى الآية 10. إن الممجد في العهد القديم زي كان الشمعة. أن الممجد أيضا في العهد الجديد لما طلع شمس البر في نور شمس البر لم يمجد. ما شفناهوش إن هو ممجد خالص. من هذا القبيل. من قبيل العهد الجديد من قبيل شمس البر لسبب المجد الفائق لسبب نور شمس البر. طبعا هو هنا عايز يقول لهم إيه؟ أنتم متمسكين بالناموس وعمل الناموس والختان والذبائح والتطهيرات. دي خدمة موت. دي خدمة دينونة. دي المجد بتاعها ده مجد زائد. المجد بتاعها ده يتلاشى في مجد المسيح. أنتم بتدوروا على إيه؟ ده الهدف من يعني اللي هو بولس الرسول عايز يشرحه في الآية دي. لأنه إن كان زائل في مجد. الخدمة دي زالت انتهت بخدمة العهد الجديد. فإن كان ده ممجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم اللي هو البر بتاع المسيح في مجد. يبقى خدمة العهد الجديد بخدمة زائلة انتهت. لما جه رئيس الشركة الكهنة شق ثيابه ده علامة انتهاء الكهنوت بتاع اللاوي. انتهى خدمة العهد الجديد القديم. فالدائم اللي هي خدمة العهد الجديد أكيد هتكون في مجد. بعد كده يقول فإذ لنا رجاء مثل هذا. رجاء في إيه؟ أنت رايح تبشر الناس تقول له أنت بار. أنت ممجد. أنت سقط كل حكم الموت عليك. أنت بقى عندك حكم الحياة. المسيح حمل خطاياك. طيب اللي عنده الرجاء ده فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. ارجع تاني للاثنين لما طلت الارض وبعتهم يقول لواحد انت هتموت والتاني يقول انت حي. مين اللي هيبقى مور موتيفيتد انه يبلغ المسج؟ التاني. عشان كده انا لو فاهم الرساله بتاعتي ان انا ببشر الناس بالبر، ببشر الناس بالحياه، ببشر الناس بان حكم الدينونه سقط، اي ويل بي موتيفيتد. تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. تعالوا انتوا ليه عايشين تحت الموت والدينونة؟ تعال هنا دوب بر المسيح. تعال تبرر مجاني. تعال اقبل عطية المسيح. اقبل نعمة المسيح. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. ليه خدمتي ضعيفة؟ لأن أنا مش فاهم عمق الخدمة بتاعتي. ليه أنا مش متحدث أو أفتقد وأكلم ولادي؟ لأن أنا مش فاهم عمق وجمال الخدمة بتاعتي. أنا رايح أقول للمسبيين، أنادي للمسبيين بالعطف زي ما أشعيا بيقول، والمقصورين بالحرية. أنت بتروح لواحد مقصور تحت خطية تحت عادة رديئة وبتقول أنت حر، المسيح حررك، تعالى. فنستعمل مجاهرة كثيرة. زمان موسى لما الناس بتقابله كان في برقع، بس احنا مفيش برع في العهد الجديد لان احنا اتحدنا بالمسيح. مش كده في آية 13 يقول وليس كما كان موسى يضع برقوعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهاية الزاهد. يعني الحاجة الزائلة اللي مجدها حتى ضعيف جدا بالرغم من كده كان الناس مش قادرة توصل لها وكان بيحطوا برقوع على وشهم. انما احنا لا، في العهد الجديد لان انا اتحدت بالمسيح فبقيت وجه مكشوف. انا اقدر اشوف المسيح. ده مش بس بشوف، انا في الافخارستيه بتحد معاه
باكل من جسده بشرب من دمه. الواقع ده راح مفسره في 14 يقول بل اغلصت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءه العهد العتيق باق غير منكشف. يعني بسبب تمسكهم بالناموس المساوي اللي هو الرمزي من ختان له فالبرقع بقى مكشوف ما موجود، فمش قادر ذهنهم ينظر الى العهد الجديد والى خدمه العهد الجديد والى الخلاص. يعني شوف اليهود لغايه النهارده غلابه لسه منتظرين مخلص. احنا مخلص جه بقى له 2000 سنه ودفع الثمن على الصليب وحررنا، انما لغايه النهارده اليهود فعلا غلابه، ما زالت اذهانهم غليظه مش قادرين يفهموا، لان البرقع لسه موجود ما شالوش البرقع اللي موجود فمش قادرين يشيلوه. طب ايه اللي يشيل البرقع ده؟ ايه اللي يشيل البرقع ده؟ قال الذي يبطل في المسيح. اول ما الانسان يؤمن بالمسيح البرقع ده يتشال ويبتدي يشوف بقى جمال خدمه العهد الجديد. بولس الرسول نفسه ما كان يهودي، ده كان فريسي ابن فريسي، وكان البرقع موجود ما كانش قادر يشوف جمال خدمه العهد الجديد، وفضل البرقع موجود لدرجه ان يحكم على استفانوس بالقتل والرجم. البرقع ده اول ما بولس امن بالمسيح البرقع ده اتشال. عارفين ظهر ازاي؟ لما قابل المسيح كان فيه قشور على عينيه وفقد بصره، اول ما اتعمد القشور دي وقع علامه ان البرقع انشال. فاللي بيؤمن بالمسيح البرقع ده بيتشال، اللي يؤمن بالمسيح بيرى جمال ومجد خدمه الروح، خدمه الحياه، خدمه العهد الجديد. ولكن للاسف حتى اليوم عند اليهود ايه 15 حين يقرا موسى لما بيقرا العهد القديم البرقع موضوع على قلبه، يرى ايه هو وضع العذراء تحفل وتلت ابن مجنون اسمه عمانوئيل، ما يفهمش الايه دي لان البرقع موجود. يقرا مزمور 22 اللي بيقول سقف يدي ورجلي واحصي كل عظام، يقرا الايه دي وما يفهمش. يقرا اشعياء 53 اللي النبوات واضحه جدا مستحاله من صيقه الى الذبح وكشات تساق امام الذي بالذبح، ولا هم فاهمين لان البرقع موجود. لكن لو امن بالمسيح تفسيرهم ايه للآية دي؟ نعم تفسيرهم ايه للنبوات دي؟ اسألهم البرقع موجود، في مذهب نفسه مش قادر افهم يعني. ما انا البرقع موجود مش قادر يفهم، اغلصت اذهانهم، ما ده اللي بولس قاله، اغلصت اذهانهم والبرقع موجود مش قادر، مش هيقدر يشوف معنى الآيات دي غير لو امن بالمسيح، مش هيقدر. عشان كده قال يبطل في المسيح، يعني بالعقل مش هيقدر، هيتلاقي طبعا لك بدون تفسير. زي مثلا بيفسروا ان هي اسرائيل، بيفسروا ان هي العذراء يعني ممكن تفسر كده من غير تفسير. زي مثلا الملحدين، لا يعني لو قعدت تفكر كده ايه اللوجيك اللي في الالحاد؟ مفيش لوجيك، يعني اسهل انك تؤمن بوجود خالق من انك تؤمن بعدم وجود خالق لما تشوف العالم كله. لكن اغلصت اذهانهم نفس الفكره، انما الايمان بالمسيح يبطل هذا البرقع. الإيمان بالمسيح الشفاء 16 قال ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. إحنا برضو في حياتنا برضو إحنا مؤمنين ومتعمدين، إحنا البرقع ده بيكون موجود، البرقع ده بيكون موجود، برقع الخطية اللي بيفصلني عن المسيح، أو إن أنا برقع عدم التوبة ده يفصلني عن المسيح. عشان كده آية جميلة لينا وعندما يرجع إلى الرب ويرفع البرقع. يعني الفيل ده، البرقع هو الفيل، الفيل ده هو موجود. أحيانا واحد يقول لك أنا مش شايف ربنا في حياتي، أنا مش حاسس بوجود ربنا، أنا مش قادر أسمع صوت ربنا في حياتي. كل الكلام ده معناه إن في برقع موجود. طب إزاي البرقع ده يتشال؟ ارجع لربنا. ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. يعني يرجع إلى الرب. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. في العهد القديم اللي هي خدمة الحرف الواحد بيعبد، عبد للخطية، لما يفعل الخطية عبد للخطية. الوصية بتقول ما تقتلش بسنة بقتل وبقيت قاتل، الوصية بتقول ما تزنيش بقيت زاني،
وسيبت له ما تسرقش يتسرق يتعب وعايز اتحرر مش عارف. انما عايز روح الرب في العهد الجديد لان الوصيه ممسوحه بالروح القدس ومعايا الروح القدس عشان كده خايف روح الرب هناك حريه. اقدر اتحرر من اي خطيه بالروح القدس، اقدر انتصر على اي خطيه، خطيه ملهاش سلطان عليا اني مور لان معايا الروح القدس اللي هو يقدر يقويني ويخليني انتصر على اي خطيه. تبقى خدمه العهد القديم خدمه عبوديه الانسان عبد، انما في خدمه العهد الجديد خدمه حريه الانسان بيتحرر. في الوصيه اللي بنقولها لما بنعمل الطفل زي النهارده الصبحيه تقول له اليوم الذي ولد فيه كان من العبيد وليس من الاحرار، اما اليوم فانه صار فائزا من كيد الاشرار. يعني النهارده حر في المسيح، مجرد ما اتعمد ولبس المسيح خد الحريه. هما في العهد القديم مش قادرين يبصوا لموسى، موسى اللي هو خادم مش قادرين يبصوا له، وكان موسى حط برقع. شوف بقى في العهد الجديد خدمه الوجه المكشوف ايه 18 جميله جدا، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. احنا في العهد الجديد ننظر وجه ربنا بوجه مكشوف، مفيش برقع. في لحن بيقول لك اللي قالوه الشمس النهارده وقت التوزيع الربع الرابع في اللحن ده بيقول ايه؟ يقول يقوم حولك الشاروبيم والسرافيم ولا يستطيعون النظر اليك، لان الشاروبيم والسرافيم بجناحين بيغطوا وجوههم وبجناحين بيغطوا ارجلهم ويطيرون بجناحين. بعدين يقول الربع الخامس في لحن بيقول ايه؟ ونحن ننظرك كل يوم الى المذبح على المذبح. ايه ده؟ احنا بننظر لربنا بنشوفه بعينينا. الشاروبيم والسرافيم لا يستطيعون النظر اليه ونحن نستطيع ان ننظر اليه كل يوم على المذبح. في لحن اسقاطيس الطويل اللي هو قبلوا بعضكم بعضا يقول ايه؟ ايها الاكليروس وكل الشعب ارفعوا عيونكم نحو الشرق لتروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعين عليه. فننظر مجد الرب بوجه مكشوف. اي نعم احنا ما بننظرش مجد الرب في كماله. مين يقدر ينظر مجد ربنا في كماله؟ انما بصيص كده من مجد ربنا. عشان كده قال في مرآه، في مرآه. طيب انت لما بتقف في الشمس شويه بتسمن، مش ربنا يحصل كده؟ بولس بس خد الفكره دي، لو بتنظر لمجد ربنا فمجد ربنا بينطبع عليه فبتتغير. كل ما تقف تنظر في مجد ربنا تتغير. قال ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في المرآة نتغير الى تلك الصوره بعينيها. صوره مين بقى؟ صوره ربنا. كان المسيح يقول لك من عاش لليوم 40 يوم يصير منهم. لو انت اشكي مثلا شوف ولادنا، ولادنا بالجسد تلاقي حركاتهم كلماتهم كثيره متاخره مننا بالظبط كده. لما بتقف قصاد ربنا وبتشوف وجه ربنا بالمجد بوجه مكشوف بتتغير الى صوره عينها، صوره بقى صوره ابنه لكي نكون مشابهين صوره ابنه روميا 8. نتغير من مجد الى مجد، واللي بيعمل التغير ده كان من الرب الروح، الروح القدس اللي هو بيعمل التغير ده موجود فيه. يبقى اذا وجودي في الكنيسه، وجودي امام ربنا، وجودي في التسبيح وفي القداس وفي الصلوات ده بيساعد في هذا التغيير، عمليه الترانسفورميشن دي. نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره دي عينها. وده الهدف اكشلي من الصلوات الطويله. يعني مثلا لو واحد عايز يعمل صمتان وراح طلع على البيتش كده وكان لابس بارت ومغطي وشه كده مش هيقدر ياخد صمت تاني. طيب ولو راح كده مثلا على البيتش وقعد هناك مثلا نص دقيقه طلع يجري مش هيحصل له حاجه حتى لو هو قلع كل هدومه. واخدين بالكم؟ علشان كده لما نيجي نقف في الكنيسه انا محتاج اقف وقت طويل قصاد ربنا بوجه مكشوف عشان اتغير، ومحتاج ان انا اشيل البرقع علشان التغير ده يحصل. يبقى في حاجتين مهمين من الاصحاح ده عشان اتغير الى تلك الصوره عينها. وانا واقف قصاد ربنا اشيل البرقع تماما
الحاجة اللي بتفصلنا عن ربنا وقضي وقت طويل قصاد ربنا في التغير ده يحصل. لكن انا عايز بقى يعني درايف ثرو تشيرش ده مش هيحصل التغير ده عمر ما هيتغير ولا تلك الصورة عنها. وده الهدف للكنيسة فيها صلوات طويلة لان كل ما تقضي وقت امام ربنا كل ما التغير ده يحصل. يبقى ده صاحبة شرح قد ايه كفايتنا هي من الله، ليس كفائنا انفسنا وكفايتنا ليس من انفسنا لكن من ربنا. وربنا جعلنا اكفاء لنكون ولا كفاء لنكون خدام عهد جديد. قلنا بقى العهد الجديد والعهد الأمين، عهد الجديد دي خدمة موت، دي هنا خدمة حياة، دي خدمة دينونة، دي هنا خدمة بر، دي خدمة عبودية، دي خدمة حرية، دي خدمة حرف، دي خدمة الروح. كل بقى الديفرنسز اللي احنا شرحناها دي ده بقى يخلينا اذا لنا رجاء مثل هذا نستخدم مجاهرة كثيرة. ده يخلينا عندنا حماس وعندنا غيرة وعندنا موتيفيشن ان احنا نروح ونبشر ونتكلم باسم المسيح عشان ندعو الناس يتمتعوا بهذه الخدمة الجديدة، خدمة الحرية، خدمة الحياة، خدمة البر، خدمة الروح، خدمة الوجه المكشوف، خدمة الترانسفورميشن اللي احنا نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصورة عندنا لإلهنا المجد الدائم الى الابد. بعد اذن هنا في رسائل بولس بس مش عارفه عن يعني عن الرساله يقول في خطيئه ليست الموت وفي خطيئه اخرى للموت. فايه هي خطيئه الموت وايه خطيئه ليست الموت؟ بس دي مش في رسائل بولس، في رساله يوحنا. دي في رساله يوحنا الاولى صح 5 قال في خطيئه للموت في خطيئه ليست الموت. خطيئة الموت اللي هي من غير توبة، أي خطية من غير توبة دي خطية الموت. الخطية اللي هي للحياة هي دي الخطية اللي هي فيها توبة. علشان كده مثلا لو واحد انتحر فهنا ما عندوش وقت للتوبة لأن خلاص انتحر مات في خطيته. مش كده الكنيسة ما تصليش عن المنتحرين. سيدنا بابا شنو في كتاب سنوات معصية الناس كتب على يعني حاجات تانية مش بس الانتحار. فمثلا قال لو في واحد تاجر مخدرات ودخل في مع البوليس ابتدوا يعني يضربوا في نار مع بعض وكده فمات، البوليس ضرب عليه النار ومات. فهنا مات في خطيته، البوليس برضه ما تصليش عليه لان ده مات في خطيته. قال مثلا لو قال مثلا احلى على المواسير وقع ومات فده مات في خطيته. لكن لو في وقت يعني مثلا الواقع ده لو عاش مثلا ولو نص ساعة ما ماتش ايميديتلي فالكنيسة بتديله البنفيت اوف ذا داوت، تقول ممكن في نص ساعة يتاب ورجع لربنا زي بس اليمين اللي هو تاب في اخر لحظة وربنا يهبه. فلو في فرق بين الخطية وبين الموت فالكنيسة ممكن تصلي عليه. لكن دي هي خطية الموت، ان الانسان ما يبقاش عنده توبة، فيش فرصة ان هو يقدم توبة. ومع ذلك برغم احنا بنقول كل الكلام ده في الاخر الحكم الاول والاخير هو يعني ربنا هو يعني الانسان تحت مراحم ربنا وربنا هو. طب ليه سيدنا مثلا التشريع بتاع الروح القدس هو ينكر وجود الروح القدس اصلا طول حياته ما بيقدمش توبه ما بينكر وجوده اصلا؟ ما التكليف على كل صلاه ليه عدم التوبه برضه لغايه الموت دي خطيه الموت. هذه سؤال ثاني. هو اتفضلت عليه بره بس انا هعرف ازاي يعني انا ممكن بس يكون عندي حاجه عندي خشوع في حاجه معينه بس انا مش عارف يعني اعرف مش هون تعرف ازاي يعني مش هون بس لو رجعت ربنا اوتوماتيك من البرقع بيتفق بيتشال قال وحينما يرجع الى الرب يرفع البرقع. انا فاكر ان في برقع موجود وانا مش عارف يعني بولس الرسول ما كانش عارف ان هو عنده برقع. بولس الرسول كان فاكر ان هو بار لكن اول ما قابل المسيح ادرك بر المسيح وادرك ان البرقع. عشان كده قال ايه ولكن رحمت لاني فعلت هذا بجهل فعد الايمان. فانا برجع لربنا من خلال الصلاه من خلال التوبه من خلال الاعتراف من خلال الكريستيان من خلال الكتاب المقدس كل وسائط النعمه. ف
فهنا رجوع ربنا ده هيرفع الجرعة. وخدرك بقى ان انا كان عندي جرعة وانا مش سريع. انا ممكن سيدنا ان انا احس ان انا مش مثمر كان ماليش وعليا استمرار الروح القدس فاحس ليه مش مثمر دي برضه حاجة تانية. لو الواحد يعني المفروض لو في سيد وانا واخد بالي منها يكون في ثمر. فلو انا مثلا بيت الكنيسة باستمرار وعمال اصلي ورا كتاب مقدس مفيش ثمر. ثمر الروح محبة فرح سلام ثمر ده مش موجود فيا. فدي برضو علامة تانية تخلي الواحد يقول ايه هو في برع في حاجة في حجارة موجودة في صوت موجود بيقنع الكلمة ما بيجيبش ثمر. فدي برضو حاجة تانية. اي مور كويشنز؟ O King of Peace, grant us your peace, help us for us your peace, forgive us our sins, for yours is the power, glory, blessing, and majesty forever. Amen. O Lord, make us worthy to pray thankfully, our Father who art in heaven. Thank you.